بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، استأذن سيادتكم في عرض ما قامت به وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الفترة من 2014 حتى 2023 والرؤية المستقبلية لخطة الوزارة خلال الفترة القادمة. 2014 زي ما قيل في المقدمة كان وصل العجز اللي عندنا في القدرات الموجودة في الطاقة الكهربية إلى 6000 ميجا وات. أنا عارف أنه يعني كنا في دايماً لقاء مع سيادة الرئيس لأنه اهتم جداً بأنه لابد نتغلب على هذه المشكلة على الفور، وكان كلمته يعني أوامره لنا هو اعتبار توفير الكهرباء مسألة أمن قومي. وفعلاً اتخذنا مجموعة من الإجراءات السريعة، عملنا تنفيذ لخطة عاجلة دخلنا بها 3636 ميجا وات. كلام ده تم في 8 أشهر ونص، وأنا بقول الرقم ده لأنه ده رقم قياسي في أن احنا نقدر ندخل هذه القدرات في ذلك الوقت. استكملنا محطات كانت تحت التنفيذ، القدرات بتاعتها وصلت إلى 4250، ما كانتش المحطات دي شغالة، احنا دخلناها برضو في الخدمة. رفع كفاءة المحطات باستخدام يعني بدون استخدام وقود اضافي، وعن طريق ان احنا بنغير المحطات من السيمبل سايكل او الدائره البسيطه الى الدائره المركبه، قدرنا نزود فيها 1840 ميجا وات. يمكن يعني دره التاج هنا في هذه الحاله هو التعاقد على تنفيذ 3 محطات كبيرة، القدرات بتاعتها تصل إلى 14400 ميجا وات، تم إضافتها خلال 2.5 عامين. ويمكن هنا عشان أقول الفضل يعود لأهله، سيادة الرئيس قام بدور كبير جدا في عملية المفاوضة مع سيمز، وحصلنا على أسعار لا حصلنا عليها قبل كده ولا عرفنا نحصل عليها بعد كده. ده الرسم البياني ده بيوضح دخلنا القدرات ازاي على المدار الفتره لغايه ما وصلنا القدرات الاجماليه اللي دخلت وصلت الى 29779، انا بقول 30 جيجا وات، ده ما يعادل تقريبا حوالي 14 ده في قدره السد العالي. كان ده بادخال زي ما قلنا 31 وحده انتاج طاقه كهربيه زائد مجمع بنبان، يصبح اجمال قدرات التوليد الموجوده في الشبكه في ذلك الوقت وصلت الى 59 جيجا وات ل 75 وحده توليد. يمكن عاوز اقول برضو ان 2014 كان القدرات المركبه في الشبكه 29000 ميجا وات، اللي كان متاح منها فقط 24.4. عام 2023 النهارده وصلنا الى 59000 ميجا وات تقريبا. الحد الأقصى أو القدرة القصوى في وقت الذروة لم تتعدى 35000 ميجا وات أو 36000، معناها أن احنا عندنا الحمد لله طاقة وسبير كاباسيتي عالية في الشبكة. أيضا قدرنا باستخدام المحطات ذات الكفاءة العالية أن نقلل من استهلاك الوقود. احنا فعلا بمحطات سيمز لما دخلناها في الخدمه كان قبل كده بناخد لانتاج الكيلو الساعه حوالي 214.5 جرام، دلوقتي وصلنا الى 171.9، ده يمثل 20% توفير في استهلاك الوقود لانتاج الطاقه الكهربائيه. ما اهتمناش فقط بإنتاج الطاقة، وإنما اهتمينا أيضاً بتطوير الشبكة القومية. الشبكة القومية لنقل الطاقة الكهربية سواء على الجهود 500000 فولت أو 220 أو 66. بالنسبة لمحطات المحولات كان عندنا في الشبكة محطات القدرة بتاعتها 9800 ميجا وات، أضفنا عليها 43175 ميجا وات بنسبة تبلغ 340%. الاهتمام الكبير بشبكة النقل كان ضروري ولازم، لأن كنا دائما في خطتنا إزاي ندخل قدرات أكبر، وكان لابد من الاهتمام بها في البداية. في 220000 كيلو فولت و 22 كيلو فولت متأسف، قدرنا نزود القدرات اللي كانت موجودة بنسبة 91%. في 66 كيلو فولت قدرنا نزود القدرات بنسبة 54%. الجدول ده بيبين، أنا مش هقول الأرقام كلها بالتفصيل، لكن ده بيبين اهتمامنا الكبير بتطوير شبكة الطاقة الكهربية على الجهود الفائقة والعالية. أيضا زودنا أطوال الخطوط في مستوى 500000 فولت، 500 كيلو فولت كان عندنا الأطوال كلها بتاعة الخطوط 3078، رفعناها في يونيو 2022 إلى 7691، يعني الزيادة نسبة الزيادة تقريبا حوالي 150%. بالنسبة ل 220 كيلو فولت الزيادة تمت فيها حوالي 25%، وبالنسبة ل 66 وصلت إلى 13%. بلغت إجمالي استثمارات
تدعيم الشبكة الكهربية الموحدة حتى الآن حوالي 116 مليار جنيه. تدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء على تحقيق ما يلي: إزالة كافة الاختناقات في الشبكة، ده بيسمح لنا بتفريغ كل المحطات اللي موجود عليها، وأيضا يسمح لنا بإضافة مشروعات للطاقة المتجددة ونستخدمها نفس الشبكة. أيضا خفض معدلات الفقد، لأن الشبكات ما تكونش متحملة زيادة عن اللزوم، يبقى المعدلات الفقد بتقل. احنا وصلنا تقريبا بنعادل الفقد العالمي يمكن حوالي 3.5% في شبكات النقل على الجهود الفائقة والعالية. نقدر نحقق التغذيات الكهربائية للمشروعات القومية زي العينات، تشكى، دلتا جديدة وخلافه. أيضا جاهزية الشبكة لمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار. ويمكن من أحد الحاجات اللي بتخلينا في يعني أبيتايت، يعني في طلب كبير من الشركات أو من المستثمرين أن يعملوا طاقات متجددة، أنه عارفين أن الشبكة بتاعتنا من أقوى الشبكات الموجودة في المنطقة في الوقت الحالي. كان في مراكز تحكم قائمة في شبكة النقل، حوالي 7 مراكز تحكم. حقيقة احنا في الوقت الحالي عملنا تحديث لأربع مراكز منهم وأضفنا مركزين، وكان مقدار التكلفة الإنشاء وتحديث الست مراكز دول حوالي 5.4 مليار جنيه. التغذية الكهربائية والمشروعات الاستراتيجية الخاصة بالاستصلاح الزراعي، شرق العوينات كان تكلفة حوالي 10 مليار جنيه، مشروعات التنمية بشبه جزيرة سيناء محتاجة 17.5 مليار، مشروعات الدلتا، وهكذا الإجمالي 61.5 مليار جنيه. تم حتى الآن تنفيذ أعمال بنسبة 13.1 مليار، والمستهدف نهو جميع الأعمال إن شاء الله بخطوط جهد فائق وجهد عالي، وأيضا بمحطات محولات في العام المالي 24-25. ملخص الكلام ده يمكن احب اقول كده. معلش يا دكتور شاكر. اتفضل يا فندم. بعد اذن حضرتك. اتفضل يا سيادة. ارجع بس ال حاضر. من فضلكم بصوا كويس قوي على المشروعات القوميه اللي الدكتور شاكر بيقولها. صح. بيتكلم على كل المشروعات اللي قدامكم دي، هي مشروعات انتاج زراعي. انتاج ايه يا فندم؟ زراعي. شوفوا عايزه كام كهرباء؟ عايزه قد ايه؟ الكهرباء مش انتاج بقى دلوقتي. لان عشان اوصل الكهرباء لهم، مش كده دكتور؟ مظبوط يا فندم، مظبوط يا فندم. انت بتتكلم في تشكى عايز 10 مليار. ده ايه من غير يعني من غير مشروعات اخرى محتمله؟ وانا مش عايز يعني اخلي الدكتور شاكر يقلق، يعني انا بتكلم صحيح. في مشروعات اخرى محتمله لمليون فدان اخرين احنا بندرسهم دلوقتي يا دكتور شاكر، انت عارف يا دكتور مصطفى، انت عارف، وما احنا محتاجين نوصل لهم. بس اللي انا عايز اوصله هنا حاجه، عشان كده قلت استنوا وشوفوا دي. انت بتتكلم في 65 مليار جنيه لنقل وتوزيع الكهرباء للاربع مشاريع دول. مظبوط. كلهم مشاريع ايه؟ استصلاح زراعي. استصلاح زراعي. بنتكلم في 3.5-4 مليون فدان عشان تخليهم ينتجوا انتاج ويخش في الاقتصاد المصري، ويخش في الطلب، يقلل حجم يعني الاستيراد من المنتجات الزراعية. انت بتتكلم في كهربتهم بس، بتتكلم في كهربتهم بس تقريبا 60 مليار جنيه عشان توصل لهم كهرباء. انا عارف ان وزير الزراعة ليه عرض وهيتكلم في الموضوع دوت ايضا، وبقول ان ده فقط للكهرباء، لكن عشان اللي قاله الدكتور مصطفى النهاردة الصبح، قال المية بنحركها ضد الجاذبية وضد الانحدار الطبيعي، وطبعا ما كانش فيه فرصة ان احنا نتكلم فيها، لكن هنتكلم فيها اكتر اثناء العرض بتاع وزارة الزراعة. يعني بتتعمل محطات رفع، 30 محطة رفع، سواء لتوشكا او لشرق العينات، لا للدلتا الجديدة لوحدها، للدلتا الجديدة لوحدها. الدكتور شاكر عشان يوصل للمحطات دي الكهرباء محتاج للمحطات الرفع دي وللمشاريع الزراعة دي، محتاج الأرقام دي تكون موجودة. إمتى؟ في خطة 5 سنين؟ لا، 2 سنين، مش كده؟ مظبوط. ويبقى فيه دايما نقاش في معلش أنا قطعتك، بس كان مهم قوي الناس وإحنا بنتكلم في الموضوع دوت تعرف إن مطلوب فقط عشان تشوف الأرض دي بتزرع، وعشان تعرفوا إن ليه الدول اللي عندها 100 مليون فدان قابلين للزراعة ما بتزرعش، لأنها محتاجة بنية أساسية، مش بمليارات الجنيهات، بمليارات الدولارات عشان يقدر يزرع مليون فدان.
لكن احنا واحنا بنعمل ده كان لدينا القدره. حتى مع يعني ده فقط للنقل مش كده دكتور؟ مظبوط يا فندم، لسه التوزيع كمان غير ما دخلش يعني ده فقط مزبوط. عشان تنقل الكهرباء اللي انت جبتها مظبوط، ده انت الحمد لله عندك عشان تنقله وتوزعه وتدخله جوه. بالمناسبه اللي بيعمله الدكتور شاكر ده هو بيوصل لي الكهرباء على راس الارض مزبوط. دكتور مصطفى لكن انا عشان اعمل للمليون فدان بعمل شبكه اخرى داخليه دوزي. عشان توصل للبيفوت اللي موجود في المليون فدان اوصل له كهرباء لكل جهاز لوحده عشان يبقى ده انتاج زراعي حديث بنوفر فيه الميه ما امكن وبنعمل نظم زراعه حديثه. كام؟ 60 مليار جنيه. اتفضل يا فندم. شكرا يا فندم. زي ما بقول حضرتك الملخص بقى اجمالي الطاقات المتجدده سواء رياح وشمس، بس انا مش مدخل فيها الكهرومائيه. عام 2014 كان عندنا 545 ميجا، قدرات الرياح المضافه كانت 1080، نسبه الزياده كانت 200%. عام 2023 عندنا 1625 ميجا وات من طاقات الرياح. من الطاقه الشمسيه كان عندنا 20 ميجا وات بس في 2014. النهارده وصلت القدرات الى حوالي 1668 ميجا وات. المجموع ده كله على بعضه يطلع حوالي 3000 ميجا تقريبا. ده يمثل تقريبا حوالي 8-9% من القدره المطلوبه للحمل الاقصى تحت الانشاء في الوقت الحالي. فعلا في 3500 ميجا تانيين، معنا احنا هنصل تقريبا الى حوالي 7000 ميجا وات تقريبا. ده بدون الطاقة الكهربائية. الطاقة الكهربائية بتضيف عليها 2000 وشوية كمان، احنا بنتكلم على 9000 ميجا تقريبا في طاقة متجددة مركبة في الشبكة ان شاء الله في خلال السنة القادمة. التطور بقى في شبكات توزيع الكهرباء اللي هي التوزيع الداخلي، أطوال الكابلات. أنا بس هدي مثلا 2014 و 2023 كان عندنا 423 ألف كيلومتر من أطوال كابلات وخطوط، إحنا وصلناهم 574 ألف كيلو. أنا أقول بس النسبة الزيادة، يبقى نسبة الزيادة كانت 36% في أطوال الخطوط. محاولات الجهد المتوسط زودنا بنسبة 32%، ساعات محاولات الجهد المتوسط زودناها بنسبة 54% وهكذا، لاحظت توزيع بنسبة 50%، مواصلات معزولة بنسبة 47%، وإجمالي عدد المشتركين زاد من 30.6 مليون مشترك على الدولة إلى النهاردة حوالي 40.7 مليون مشترك. أيضاً يعني نفذنا مرحلة أولى من مشروع مراكز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء. على فكرة ما كانش عندنا قبل كده أي مراكز تحكم لشبكات توزيع على الإطلاق، لكن سيادة الرئيس قال أنا عاوز شبكة تبقى على أرقى مستوى وعلى أعلى زي أكبر دولة متقدمة. من ضمن الحاجات اللي عملناها إن إحنا أول مرة ندخل في الشبكة بتاعتنا في شبكات التوزيع تبقى مراكز تحكم. إحنا حطينا خلصنا حتى الآن حوالي 6 مراكز تحكم. العدد الكلي على مستوى الجمهورية هيبقى في حدود 17-18 مركز تقريبا. إحنا مخلصين تقريبا التلت الوقت الحالي. قيمة الأعمال ده بالنسبة لمراكز تحكم. قيمة حاجة تانية بقى، سيادة الرئيس كان وجه بعملية تطوير والقضاء على المناطق العشوائية غير الأمنة في حرم خطوط الكهرباء. أنا جبت برضو صورتين يمكن كنت عرضتهم قبل كده على سيادتك قبل كده في أحد العروض السابقة. إحنا فعلا عملنا أعمال لرفع الخطوط الهوائية واستبدالها بكابلات أرضية في مسارات قيمة ما تم صرفه حتى الآن يمثل حوالي 3.5 مليار جنيه. ده بيمثل نسبة حوالي 80% المستهدف، وإن شاء الله بإذن الله يمكن خلال سنة أو سنتين هنكون خلصنا هذا الأمر تماما. ده ملخص عام لكل المشروعات والتكلفة بتاعتها قد إيه. يمكن بس أضيف عليه بقى مشروعات طاقات متجددة قطاع خاص أجنبي 230 مليار، شبكات التوزيع 49 مليار، مشروعات التدعيم شبكة نقل 116 مليار، إنتاج الكهرباء 585، مشروع المحطة النووية ومشروع الضخ والتخزين، وانا هبقى اجي للمحطه النوويه برضو بعد كده، حوالي 695 مليار. الربط مع دول جوار، احنا رابطين مع السعوديه ومع السودان ومع الاردن ومع ليبيا. التغذيه الكهربائيه للمشروعات القوميه حوالي 65 مليار، يبقى المجموع بتاعنا وصلنا تقريبا الى 1.8 تريليون جنيه حتى الان. محاور الرؤيه المستقبليه وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده، هقول الكلام ده بسرعه قوي. احنا يعني بننظر ان مصر تبقى مركز محوري للربط الكهربائي، ايضا نعظم مشاركه الطاقه المتجدده عشان توصل الى 42% قدرات مركبه عام 2030، وانا متوقع ان شاء الله هنوصل لاكثر من كده في ذلك الوقت.
يعني اللي احنا ماشيين عليه اعتقد نوصل يعني اكتر من 42%. عندنا مصر تبقى لاعب رئيسي، سوري متاسف، لاعب رئيسي في مجال الهيدروجين الاخضر، وهجيله بالتفصيل بعد كده. احنا فعلا بنعمل النهارده استراتيجيه للهيدروجين، واهتمام الدوله بالهيدروجين الاخضر يعني جعل ان يبقى يتعمل مجلس وطني للهيدروجين برئاسه دوله رئيس الوزراء. الهيدروجين الاخضر ده برضو موضوع بيشترك فيه اربع جهات مختلفه: وزاره الكهرباء، وزاره البترول، الصندوق السيادي، والمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. وده امر واعد جدا، يمكن احنا دورنا فيه هيقتصر على توليد الطاقه المتجدده ونقلها الى مكان استخدامات المحلل الكهربي عشان نطلع الجرين هيدروجين. ايضا نتكلم على زياده قدرات شبكات الكهرباء لتستوعب قدرات الطاقه المتجدده. يمكن برضو حاجه مهمه قوي اقولها، ان ما بنزود طاقات متجدده في الشبكه، لما بتزيد النسبه عن 10% 15% بتبتدي تعمل ما يسمى بالانستابيليتي، عدم اتزان في الشبكه. ففي امور اخرى بنعملها عشان نتغلب على هذا الامر فعلا، ودي برضو من ضمن الحاجات اللي بتبقى بتصرف عليها مبالغ كبيره. التوسع في تكنولوجيات تخزين الطاقه، سواء كان يعني احنا حتى بننظر دلوقتي في ريدوكس مثلا البطاريات الكبيره، وايضا بنبص على محطات الضخ والتخزين، ايضا تامين التغذيه الكهربائيه للمشروعات القوميه، وبعدين بعد تشغيل المشروع المحطه النوويه. ان شاء الله المشروع هو ماشي طبقا للخطه الزمنيه المضبوطه، والمفروض انه في سبتمبر 2028 اول مفاعل يدخل، وكل 6 اشهر يدخل مفاعل بعد كده ان شاء الله. اهم حاجه برضو كمان ان احنا بننظر في الامر ده هي رقمنه شبكات التوزيع للتحول من شبكات نمطيه الى شبكات ذكيه، وده من احد مزاياها ايضا هو التغلب على مقدار الفقد اللي موجود في الطاقه، وعلى الفقد الغير تجاري، الغير تجاري يعني اللي هو السرقات اللي بتحصل في الامر. ويعني احنا يمكن هنشتغل في هذا الامر بدرجه كبيره جدا مع وزاره الاتصالات باذن الله. المحور الاول احنا كنا بنتكلم على نهو مشروعات الربط الكهربائي، اللي هي مخطط تشغيل المشروع بنهايه 2025 3000 ميجا ربط كهربي، لان مصر مركز محور الربط الكهربائي. الربط مع السودان حربتين دلوقتي لقدرات تصل الى 300 ميجا، ممكن في المستقبل تزيد الى 1000 ميجا. ربط كهربائي مع او الربط لتصدير الطاقه الى اوروبا سواء اليونان او ايطاليا، بنتكلم مع مستثمرين جادين جدا، وبنتكلم حتى مع الاتحاد الاوروبي، بنتكلم على قدرات في حدود 3000 ميجا وات لكل منهما، ويمكن في ايطاليا تزيد عن كده كمان. ايضا زياده قدره خط الربط الاردني الحالي في حدود بتعامل مع 450 ميجا، هنزودها ان شاء الله الى 1100. وانا كنت يعني حتى بنتفاوض مع زملائنا في الاردن ان احنا نوصلها الى 2000 ميجا كده. المحور الثاني هو تعظيم مشاركة الطاقات المتجددة عشان تصل إلى 42% سنة 2030، تحت الإنشاء زي ما قلت في الوقت الحالي 3500 ميجا شمس ورياح. أيضا في بقى 28000 ميجا وات طلبات لاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، يمكن هنبتدي منهم بسرعة جدا في 7 جيجا وات 7000 ميجا لبرنامج معدل. انا بعد الارقام بتاع التقييم بتاع هذا الامر، وهيعرض بعد كده على مجلس الوزراء عشان نشوف نقدر نعمل منه ايه. ايضا بنتكلم على 2.45 جيجا وات مشروعات اضافيه للمشروعات تحت الانشاء، يعني في مشروعات تحت الانشاء طلب المستثمرين ان بدل ما يبقى بياخد 500 ميجا يزود فيها شويه كمان، فدي برضو طلبات موجوده عندنا. عندنا عروض اضافيه لمشروعات طاقه متجدده جاري دراستها النظر 28.8، ده بيبين قد ايه العالم عنده ثقة كبيرة في قدرة مصر على إنتاج طاقة متجددة، شبكاتها قوية، الشمس عندنا في ستوك ممتاز، عندنا رياح بطريقة طيبة جدا في أماكن محددة. المشروعات المستهدفة للطاقة المتجددة هي توصل حوالي 20 مشروع رياح و15 مشروع طاقة شمسية. يمكن المحور الرابع اللي هو الجرين هيدروجين، وأنا قلت إن احنا بنتعاون فيه مع زملائنا في الأماكن الوزارات الأخرى. ده بيبين كم مذكرة تفاهم وقعناها، مش هخش في التفاصيل ديت، بس يمكن عاوز اقول ان هو يعني مصر عاوز يعني احنا عملنا استراتيجية لسه لم تعتمد بصورة نهائية، بتراجع معنا احنا والبترول، بنفكر على انه مصر يبقى حصتها من السوق العالمي حوالي من 5 إلى 8% من السوق العالمي، وده رقم كبير مش رقم قليل، لكن عندنا الامكانيات لعمل هذا الامر ان شاء الله. المحور الرابع شبكات كهربائية تستوعب قدرات الطاقة المتجددة، زي ما قلت لحضرتك احنا جاري دراسات
لإدخال يعني لو دخلنا لغاية 126 جيجا وات من الطاقة شمسي ورياح، بنقول الكلام ده ليه؟ لأن تنفع سواء الطاقات المتجددة اللي احنا بنستخدمها في الكهرباء أو الطاقات المتجددة اللي تستخدم أيضا في الجرين هيدروجين. المفروض الدراسة النهائية إن شاء الله هنحصل عليها في نهاية أكتوبر بإذن الله. الاستثمارات دي استثمارات كبيرة، وطبعا مش هنعمل الكلام ده في سنة ولا حاجة، وإنما هتاخد فترة من الزمن عشان نقدر نعمله. المحور الخامس مشروع توليد الكهرباء باستخراج التكنولوجيا الضخ والتخزين، بأحد المحاور الهامة. كل ما بندخل طاقات متجددة بنعمل معاها هذه المحطات عشان تعمل استابلايزيشن للنتورك. ايضا عندنا موقعين، ده في موقع في جبل عتاب محافظه السويس، التكلفه التقديريه بتاعه احنا كنا عملنا له دراسات سابقه وبنكملها دلوقتي 2.7 مليار دولار. في عندنا مكانين تانيين في الاقصر وارمنت بقدرات تصل الاثنين مع بعض حوالي 4000 ميجا وات. المحور الرابع سادس تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية اللي يستكمل مشروعات استصلاح الأراضي، مشروعات حياة كريمة المرحلة الثانية والثالثة، مشروعات القطر السريع، مشروع المونوريل. الإجمالي استثمارات في هذا الأمر تصل إلى 92 مليار جنيه. المحور رقم 7 اللي هو مشروع المحطة النووية، زي ما بقول لحضرتك إن شاء الله إحنا يعني بنطمح إن شاء الله إن إحنا أول مفاعل يدخل خدمة في سبتمبر 2028. المحور الثامن رقمنة شبكات التوزيع. احنا عملنا يعني تقريبا دراسات مبدئية عشان نعمل الكلام ده على مستوى الدولة بالكامل، ده بمقدار الاستثمارات اللي مطلوبة فيها ممكن تصل إلى حوالي 135 مليار جنيه. ده منها بقى تنفيذ مراحل مراكز تحكم شبكات توزيع، فيها استكمال برنامج إحلال العدادات الذكية، الإعدادات بأخرى ذكية مسبقة الدفع، استخدام تكنولوجيا الرقمنة في شبكات التوزيع، واستكمال تأهيل شبكات التوزيع لتدخل شبكات ذكية. وأنا بشكر سيادتك على حسن الاستماع، وبعتذر إذا كنت طولت عن الميعاد المتاح لي. شكرا لك. شكرا لك سيادة الوزير. شكرا.